السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ الحقيقة حبيبي كل عام وأنتم بخير أولا، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد. وإخراج زكاة الفطر لها وقتان، الوقت الأولاني وقت فضيلة وأداء، والوقت الثاني وقت جواز. أما وقت الفضيلة والأداء فهو من طلوع فجر يوم العيد وإلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. الوقت الثاني هو وقت الجواز، تمام. طبعا الوقت الفضيلة هو أفضل طبعا، أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لفعل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن لا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد أو حتى لصلاة العيد، فإن أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات ولا تحسب زكاة فطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن عن زكاة الفطر: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأما زكاة الفطر فلا تعطى إلا للمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها طعمة للمساكين. يا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.